مصر طول ما انت ماشي في أي شارع أو حارة أو حتى زقاق هتشوف وتسمع حكايات على كل شكل ولون، حكاية تضحكك وحكاية تصبرك وحكاية تديك أمل في بكره. عايز تعرف بلدنا بجد؟ انزل اتمشى في أي مكان فيها واسمع حكاويها من أهاليها. أهلا بيكم في أهالينا. دخلنا الشارع محدش قال غير كلمه واحده، انتوا جايين لمعماد؟ احنا فعلا جايين لمعماد، جايين لمعماد عشان بنسمع عنها من اول ما حطينا رجلينا في كرداسه. ولكن حب غريب انا شفته، انا نزلت من العربيه بتمشى على رجليا، ام عماد صح؟ ام عماد، ام عماد ست الشارع كله. الله يخليك، الله يخليك يا ام، احلى ضحكه انا شفتها النهارده. الله يخليك يا حبيبتي. ازيك يا مامي؟ ازيك انت حبيبتي؟ تمام الحمد لله. تمام الست ام عماد، احنا اصلا كنا جايين لك عشان انت السيده الوحيده تقريبا في كرداسه اللي بتشتغل في تصليح وتصنيع الاحذيه والشنط. عايزه اعرف بقى، ربنا يديمها عليكي نعمه، سر الحب اللي انا شايفاه في الشارع كله. لازم احب جيراني واحب زبايني واحب اي حد. ايه اللي خلاكي الاول تفكري كواحده ست تشتغلي في الاحذيه او الشنط؟ قرايبنا شغالين في البلد في بني سويف، شغالين الشغلانه دي، ولاد خالتي يعني مش غربي يعني، قالوا لي افتحيها. قلت لهم انا مش ماليش فيها وكده، قال لي بس افتحيها حلوه وان شاء الله يعني هتبقى حلوه وكويسه يعني. بس انا فتحت ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه خالص. يعني انت خدتي محل؟ اه، وجبت مكان وكل حاجه بس ما اعرفش اشتغل. كنت اشتغل على دي بس اول ما جبتها فعلا، عشان كان عندي مكنه خياط. يعني انت اصلا كنت بتخيطي في البيت؟ كان عندي مكنه اه بخيط عليها. لنفسك ولولادك ولا لغير؟ لنفسي. لا لنفسي، لعيالي. اه تمام. فاما جت دي كنت بشتغل عليها، والصنايعي جبته يقف معايا عشان طبعا محل الاحذيه غير الترز. تمام. الصنايعي يشد المؤاخذه شبشب حريمي جزم رجالي اي حاجه ويقف على المكنه الكبيره، ما كنتش اعرف اشتغل عليها كويس. واشتغل عليها دي بقى ايدي بايده من الصبح لغايه الساعه 1 بالليل، اشتغل ايدي بايده هنا. يعني انت كنت بتجيبي صنايعية وتلقطي منهم الشغلانة واحدة واحدة؟ اتعلمتها بقى كل حاجة بقى اعملها دلوقتي. أول حاجة بقى ابتديتي يعني أول ما الزبون يدخل ما تحتاجيش صنايعي يساعدك، يعني مثلا تصلحي سوستة، تصلحي شنطة، تصلحي حاجة عملتيها لوحدك؟ إيه، سوستة على شنو؟ على المكنة دي سوستة، ركب سوستة عليها وخيط يده كل حاجة. تمام. وبعدها؟ بعدها بقى واحدة واحدة كنت أشغل دي، بس كنت أخاف أجي عندها فما كانش معايا صنايعية. وكانوا جماعه في البيت راحوا مصيف، فانا قلت لهم لا مش رايحه معاكم، فقفلت الباب بتاع المحل وحاولت اتعلم عليها وتعلمت على طول. يا نهار ابيض، يعني يعني زوجك وولادك بيصيفوا وانت قافله على نفسك المحل تتعلمي المكنه الكبيره اللي هي خطر على الايدين والصوابع؟ واشتغلت عادي. قالك كام سنه فتح المحل؟ من 93. ابتديتي بقى تصنعي احذيه. طيب دي
بدايه قصتك مع الاحذيه. طيب الاربع اولاد بقى ما حدش اشتغل معاكي في الاحذيه ليه؟ ابني كان شغال عماد بس هو شغال في الامن الظروف بقى والمحل مش متحمل اتنين يصرف على بيتين. ازاي بقى اشتغل في الامن بقى دلوقتي؟ يعني كنت انت بتصرفي على أربعة وجوزتيهم وفتحت لهم بيوت. طيب ما بقاش متحمل ولا هما مش حابين المهنة؟ لا انا بص لا هما مش في هنا عادل ما بيرضاش يشتغل فيها. شغال في شركة وعماد شغال في الامن كان شغال فيها بس عماد الظروف بقول لك يعني مش متحمل المحل بيتين. هو قال يا اما هساعد اشتغل في الامن وانا بقى شغاله هنا ايما برضو بس عشان بروح البلد البنات بجيب شط شغل برضو علي هنا فلوس برضو بس ازاي يعني حضرتك وقفتي جنب ولادك الاربعه لحد ما وقفتي رجليهم وجهزت الصبيان زي البنات. علاقتك بقى بالصنايعيه بتوعك يعني فعلا تدرس. في حد من عندك كان شغال معاكي وربنا رضاه وفتح عليه وفتح محل لوحده وما زال بيجيلك؟ ايوه. اما المكنه بتحصل انا ما بعرفش اصلحها ممكن اغير ابره بس في الكبيره دي يعاطب المكنه عطلانه يقفل عنده المحل ويجي يقول لي صراحه يقفل المحل ويجي يصلحها لي. عايزه حاجه من مشوار يجيب بضاعه اقول له هات لي وانت جاي جيب لي. ما شاء الله. في حاجه هنا انا مثلا انا عطلانه فيها اقول له تعالى يعاطب اعملها لي. كل دي حاجات هي اللي بتبين بقى ليه الناس من اول الشارع عارفه ان احنا جايين لك. انت ما تعبتيش ما بتفكريش تستريحي؟ بفكر بس انا بحب شغلي جدا. انا بحب الشغلانه. انا عارف كل حاجه مجهده اي حد عايز يستريح بس انا بحب شغلي شغلانه. انت بحب شعر بتشتغلي كل يوم؟ كل يوم ما بقفلش. انا يوم العيد فتح 7/1 انا فتحت الصبح 7 كان عيدنا فتح انا كل سنه وانتم طيبين. هو عادل قال لي في اليوم خد انت عايزه قلت له لا انا هنزل ونزلت فتحت واشتغلت الحمد لله. هل بتنزلي كل يوم عشان تتونسي باهلك وجيرانك؟ اي وجيرانه وحبايبي دول بيقعدوا معايا ده هم دلوقتي كان زمان هم صبح المحل مالين وقاعدين معايا جنب انها شغلانه مصدر رزق ونس باهل الحته وجيراني واخواتي وعيالي. محمد دي ست طيبه وجارتي واختي وحنينة. ام محمد ارخص حاجه بتخيطها للعالم كله هنا وسواء ما بترضاش تاخد فلوس من الجيران. طيبه جدا ام عماد وحنينه علينا كلنا وعلى اولادها ولو جات لها اي حاجه بالبلد تفرق علينا بجد والله. ودي ام مثاليه دي وبتشقى وبتتعب وبتفتح من بدري وبتنام الساعه 1 بالليل بتقفل 1 بتقفل 2 جنب انها شغلانه مصدر رزق ونس باهل الحته وجيراني واخواتي وعيالي. امتى حسيتي انك تعبانه انا تعبت يا دنيا؟ امتى قلتيها وعيطتي؟ اما بيبقى كنت لما جوزت البنت الصغيره كان عليه 80,000 كروت مش هكدب عليك ما جبتلهاش حاجه مثلا من بره قص لا قلت اجيب كروت واسد بدل ما ده يقول هاتي وهاتي لا القص الكارد كل شهر احسن. كنت جايبه كروت كنت بصراحه بعت ما كنتش بنام الليل ده خالص اما خلصت ما كنتش بنام. اما المكنه دي بتبوظ اقول لك اما بتحصل والزبون بيمشي انا ببقى خلاص يعني خلاص ساعات بعيط عليها فعلا والله ببكي عليها والله. اما الزبون بيجي ويمشي وعطلانه طب يعني ما هو برضه الواحد قاعد مستنى عشان يسد برضه. ازاي وجود اربع اولاد في حياتك مش مطمنك؟ ازاي حب جيرانك واهلك مش مطمنك؟ يعني ليه لسه خايفه؟ انا شايفه الخوف في عينيكي انت ماسكه الدموع. لا هو لا ما تعيطيش طبعا. لا 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 والله الحمد لله يعني مش دلوقتي يعني الحمد لله برضو احسن من الاول كتير حتى يعني حاجات بسيطه برضو دلوقتي ربنا بيقف معانا ويسد برضو. ايه اكتر حاجه مضايقاكي؟ لا انا مش مضايقه من اي حاجه. المكنه بس دي اللي عايزه اغيرها مثلا بتيجي في رمضان لازم اعملها صيام في الضحيه لازم بيبقى مثلا الشغل بيتك عليا في الضحيه ورمضان موسم المدارس. طب انا عايزه اسالك سؤال وما تسالنيش عرفت منين. سمعت كده وعرفت ان كان في حد في موسم المدارس كان شنطه حد او ابنه او بنته مبهدله خالص وعملتيها وما خدتيش ولا جنيه؟ ايوه كان العيل بيجي من المدرسه وهو جاي بيعيط ماما هتضربني بابا هيضربني واقول له بعملها له واقول له مش. لا مش الموقف ده لا ده كان حد كبير اللي جالك ومعهوش فلوس ولا يجيب وحيطيله الشنطه عشان ابنه يفرح بيها. ما هو لازم اعمل كده معايا ولادي برضو وانا بحس بالحاسه انا بالظروف دي ومرت علينا
ولازم اعمل كده مع العيل ومع الكبير برضه. شنطه عندي حد شغال برضه شنطته مهربده بديله شنطه. اللي عندي والله وفايد مني بديل اي حد. ام عماد انت نفسك في ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي بتحلمي بيها النهارده؟ انا بس عايزه ازود حبه شغل، عايزه اغير المجيب مكنه غرديه، عايزه مكبس اللي هو بيكبس، عارفه اللي بيكبس مؤاخذه النعل في الوش. مكبس كان عندي مكبس وباظ وبعت له بتوع اللي هم بيعددوا. برضه كل احلامك في الشغل؟ هو الشغل بس. انت عندك كام سنه؟ عندي 60 سنه. ان شاء الله ربنا يديك. انا مواليد 62. ست ام عماد انا اتشرفت بيكي، انت ست بألف راجل وجيرانك والصنايعيه والناس ليهم حق يحبوكي. ربنا يزيدك ويخليك ولادك ويخليك يا رب. يخليك. اثبتت لنفسي ان انا اشجع ست في مصر، مش عشان قعدت مع الاسد بقى ولا مسكت تعبان، عشان انا واقفه وسط اكتر من 5000 فار. هيا ستات، الاشطر مني تبعت لي على رسائل الصفحه. استاذنا كلمني بقى عن مكان ده، تفريخ الفيران. احنا عدينا على الاقفاص، حضرتك قلت الانواع، نبدا من الاول. الفكره جات لك ازاي؟ الفار بيتضرب بالشبشب. تمام. الست بتشوفه بتصوت، جوزها بيجي يضرب بالشبشب. صح. حضرتك فكرت بره الصندوق، عملت فكره اول مره تتعمل في مصر، واعتقد ان كتير من الساده المشاهدين ما يعرفوهاش. تمام. الفكره جات لك منين؟ الفكره جت تورثناها الاول من الاب. الاب كانت مجاله في التجاره بتاع الحيوانات دي للكليات، اللي هي كليه الصيدله، كليه علوم، كليه طب بيطري، جامعات خاصة، كلهم بيشتغلوا في الألم الهلوس، يعني اللي هي مزرعة الحيوانات دي احنا بننتج منها فيران زي ما انت شايفة كده، وبعد كده احنا بنورثها للمصالح الحكومية، الجامعات كلها، وهيئات البحث العلمي، وهيئات البحث العلمي المصري واللقاح بياخد التعاون، كل ده بيستخدم سواء اذا كانت فيران ماوس او رات او ارانب الجينيبيج. ارانب شفناها بره. برضو اللي شفناها بره. كل ده بيتعاملوا عليها على اساس ان هو مثلا بتبقى محتاج الدكتور حاجه معينه بيعملها. البلدي فار تجارب، كلنا عارفين فار التجارب، اول مره نشوفه بقى. تمام. الفكره ان الناس بحالها بتربي ارانب، بتربي فراخ، بتربي طيور، كله يعني الفكر واحد، ما فيش حد عاوز يطلع بره الصندوق. هي دي بقى بره ايه الصندوق. الفكره بقى جت لباباك للكليات. ايوه، عشان طبيعه المنطقه الزراعيه اكيد فيها فران كتير. تمام. هو فكر حضرتك طورت، عملت ايه بقى؟ طورنا بقى الفكره، كبرناها شويه. كنا الاول بادئين مثلا ب 50 علبه و 100 علبه، دلوقتي دي مزرعه من ضمن المزارع اللي عندنا ما شاء الله، اللهم بارك. واخد بالك؟ فدلوقتي لو لكم حد في كليات صيدله، اقل توريده في الاسبوع الواحد من 500 ل 1000 في الاسبوع. حطورت وصدرت. وصدرنا بره. حلو. اولا هل في انواع مختلفه من الفيران؟ حاجه بقى بتورد ايه للبحث العلمي وبتصدر ايه، والفرق بينهم ايه؟ بالنسبه للفيران اللي هي بتتورد للبحث العلمي او فيران التجارب، انت معاكي فار ماوس، فار رات، في نوع اسمه بابلا سي اللي هو في فار كده اسود من نوع الماوس ده. بس جاي تهجين من بره. تمام. دي بيشتغلوا عليه فيران التجارب. عندك الجيني بيج
برضه بيشتغل عليه تجارب. الارنب اللي هو الصغير ده اللي شبه الفور، اللي شبه الفار الهامستر، مش بتاع ملوخيه خالص. تمام. الفيران بقى اللي هي بتاع التصدير، في فيران صحراويه بيقولوا عليها جربوع، في ناس بتقول عليها جربوع، جخلس 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 انترس، دي الاسماء العلميه اللي هي بنصدر بقى بره. كويس. دي الانواع بتاع التصدير، اسعارها تختلف عن دي خالص. فكره التصدير جات لك منين وحققتها ازاي؟ بالنسبه لفكره التصدير انا اكتسبتها عن دكتور اسمه الدكتور حسام درويش في مدينه ناصر، اول واحد اتعملنا ولسه موجود على قيد الحياه، هو اول واحد اتعلمنا منه شغله التصدير دي. ما كناش نعرف ان الحاجه دي لها قيمه وبتجيب قيمه كبيره في فلوس كتير. كنا متعودين ان احنا نجيب الفار بنجيبه مثلا ب 10 جنيه نبيعه ب 15 جنيه، ما نعرفش ان اسعاره بره ابو 10 جنيه بيتباع ب 10 دولار. يعني الفرق العمله حاجه كبيره، دي حاجه ببسط لك بحاجات بسيطه. لكن في حاجات اضعاف 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 يا باشا هتتحسد. اللهم بارك. لا لا ربنا يخليك. لا انا 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 ليه يا فندم صممت اجي لحضرتك المزرعه؟ فكره ان في ناس من اهالينا بتشغل دماغها بره الصندوق، فكره ان نربي فراخ نربي طيور ماشي، ما كتير اللي حضرتك بتعمله نادر. فانا محتاجه اوصل للمشاهد ان فكره ناس بتضربها بالشبشب ممكن تحقق ملايين. بالنسبه لحاجه بسيطه خالص عند الراجل اللي هو على قد حاله، مثلا لاح على قد حاله، عنده قطعه ارض مثلا 200 متر. تمام. لو عمل مشروع بسيط خالص وجاب شويه ارانب اللي هي الزوزة او الجيني بيجا اللي هي الزغاره زي الفيران دي، جاب له 200 واحده بس. لو قلنا الواحده هيشتريها مثلا ب 50 جنيه، حلو، هيجي في السنه يلاقي نفسه بيبيع كل سنه من ورا الحاجه دي حاجه ما بتتنظرش، كل سنه يكسب 20-30 ألف. كل سنه بيكسب 20-30 ألف جنيه من بند واحد. يعني حضرتك بتقول للناس ممكن في مساحه صغيره برقم صغير تعمل حاجه مطلوبه بره. تمام. نرجع تاني للدكتور حسام، اول واحد وراكوا سكه التصدير. فعلا. انت خدت الفكره. هل الدكتور ساعدك قال لك فلان وفلان عايز؟ لا. عملت ايه بقى بالفكره؟ عملنا بحث بقى على النت، بعد كده اتطورنا بقى، شفنا الدنيا ماشيه ازاي، نزل النت. بقت كله دلوقتي تجيب، انت لو ما عندكش فكره من النت بتجيب واحد شغال على النت يبحث لك عن تجاره الحيوانات، ريبتايلز ماميلز، يعني اللي هو بتاع الزواحف والثدييات بره. بتبحث عليهم وبتبعت برايس ليست، عروض اسعار كويس اللي عندك او الليسته بتاعتك. بناء عليه هو بيقول لك انا عاوز من كل نوع من ده 50 100 من 50 100 200 على حسب. في ناس بتطلب من النوع الواحد من 500 ل 1000. كل قد ايه؟ ده في الشحنه الواحده. في الشحنه. في الشحنه بتبقى كل قد ايه؟ الشحنه انت بتعمل شحنه مثلا لو كل اسبوع هتطلع شحنه. بالنسبه بقى للكوبرا، الكوبرا دي تصدير الخارج، المانيا، بلاد السموم اللي هي بتتعامل بالجرام. حضرتك اللي بتحلبها ولا بتصدر التعبان كله؟ احنا بنصدر التعبان كله هنا، تصدير كله. مصرح من وزاره الزراعه معايا موافقه تصديريه بتصدير مثلا 10 انواع من الكوبرا بس، ما بيدكش توتال كبير. حل. 10 بس، ال 10 بتبقى لهم قيمه كبيره بره. عشان كده حضرتك بتفرخهم هنا. ايوه. والكوبرا مثلا بتطلع انتاج كل قد ايه وكم واحده؟ هي بتبيض في السنه بحالها مره واحده. بتفرخي منها بس بتبيض من 30 ل 35 بيضه. طيب الذكر الواحد ممكن يلقح كم انثى؟ معاه ثلاث كبر. تمام. كل واحد معاه ثلاث كبر. تمام. يعني العيله الواحده اللي هي اربعه يعملوا مثلا 140 او 150 واحد في السنه تقريبا. طيب بيتصدروا عند عمر قد ايه؟ بيتصدر عند عمر 3 سنين 4 سنين. يعني المولود ده بيفضل معاك 3 سنين تاني؟ طيب وبيبدا يتكاثر عند عمر قد ايه؟ بيتكاثر عند عمر 7 سنين او 8 سنين. تمام. يعني ده برضو من المشاريع طويلة الأمد. لكن الفيران ولادة. الفيران ولادة. الفار يلقح كم أنثى؟ تمام. الفار هنا لو بصيت في العيلة هتلاقي الفار معاه من 2 لـ3 إناس. بيولد كل بيشيل في بطنه، بيحمل فترة الحمل. فترة الحمل والدكاترة عارفين كلهم كده بتوع البحث العلمي 21 يوم بيحمل فتره الحمل 21 يوم. حلو. وبيضع اسبوع لحمه حمراء، اسبوع مريش، واسبوع يطفئ تاني، 3 اسابيع 21 يوم وبتفطميه، يعني بتطلع من عند امه عشان تجهز غيره. يعني من لحظه التلقيح للحظه ما تطلعه من القفص تقريبا 3 شهور او 42 يوم بالظبط. تمام. 42 يوم بالظبط. انت 42 يوم على البيع. تمام. بتبيع بعد 42. طيب بتبيع بقى في الحجم ده ممكن بقى تمسك، احنا شفنا بره، تمام، امسك لنا بقى كده بقى واحد صغنن. تمام.
تمام. ادي الفار. ايوه. والحجم بتاعه بيتصدر كده. لا دي بيتباع هنا في الـ هنا الكليات. كويس. صيدله علوم. ده بتبقى الرينج بتاعه كده 15 جرام. لو جبت لك الميزان هتلاقي 15 جرام. تمام. دي بيبتدي يتورد كده. حلو. بيتباع بكام ده بقى؟ دي بيتباع ب 15 جنيه ل 20 جنيه. حلو. من 15 ل 20 على حسب النوع، في ميل او ميل. فاهمه. ذكر او انثى. تمام. والحجم اللي الدكتور يطلبه، يعني في دكتور من اول 15 جرام بياخد زي كده. كويس. في دكتور يقول لك انا عاوزه من 20 ل 25 جرام، بتفرق يعني. العمر. ابتديت بالفيران ودخلت ورا الارانب، بعدين التعابين، ايه كمان شايفه بره؟ ضب. ضب ده انا شفته، انا عارفه في الخليج. الورل والوزغه كله موجود في الصحراء عندنا. بس حاجات بتيجي ابحاث، دكتور بطالب بحث العلم بتاعه، عاوز ياخد حاجه بتاكل لحوم وحاجه بتاكل خضروات. الضب من النوع اللي بياكل الخضروات، ياكل خس وكده، لحوم، ياكل سمك، ياكل فران زي كده. انا عشان كده بعمل المزرعه بوقت منها التعابين برضه. في بقى تعابين اللي هي الالوكوندات الكبيره بتاع برضه. لا هنشوفها ان شاء الله. تمام. وهي طالعه. دي موجودة بنوكلها وتكبر. تمام. طيب ايه الاجراءات اللي انت خدتها بقى رسميا عشان تصدر؟ انت بتصدر كائنات حية. تمام. ايه بقى الاجراءات؟ احنا الاجراءات بنقدم الاول الورق، بتبقى اول معاك السجل، السجل التجاري المزرعة. السجل بتاع البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وبعد كده في بطاقة تصديرية معانا. بعد كده تطلع على حديقة الحيوان، بتقدم، بتاخد المسموح بيه، بتروح كاتب الكوتا، كوتا عندهم، بتروح مالي الكوتا بتاعتك. يديك عليها موافقة من وزارة الزراعة، بتاخد تصريح من وزارة الزراعة ان انت تصدر جميع دول العالم. حلو. الكلام ده كله معناه ان انت ورقك يقول ان حضرتك تبع نقابة التجاريين مثلا؟ لا، احنا تبع نقابة الصيادين، والنقابة دي ما اتعملتش وما ظهر، ما طلعتش على الزهور الا في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فعلا؟ اصل حقيقي انا اول مرة امسك كارنيه نقابة صيادين. انا عارفة ان من فترة كان في اجراء كانت تحت التأسيس، بس اول مرة حضرتك ما صيد البري. ما شاء الله. طب ممكن بقى تكلمني عن النقابة العامة للصيادين؟ النقابة دلوقتي دي عملت حاجات كتير ما كانتش موجودة في الثلاث أربع سنين اللي عدوا، لسه منشأة حديثة. قولي استفدت ايه من نقابة الصيادين؟ أولاً النقابة ما كانتش موجودة في الثلاث أربع سنين، ما أقولك لسه ظاهرة حديثاً في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. كويس. خدت حاجات كتير من الدولة اللي ادتها لنا. كويس. احنا يا دوبك قدمنا ورق ما كانتش ظاهرة على الوجود. ما كانش فيه الكيان. تمام. بأصبح دلوقتي فيه كيان صيد بري. حلو. بتروح دلوقتي، تروح اي وزاره، وزاره البيئه بتاع اي مكان، بتقدم يقول لك يا مرحبا اتفضل. من ناحيه الرعايه الصحيه لما يكون معاك الكارنيه بتاع النقابه، في مستشفيات كتير متعاقدين معاها. تأمين صحي. يعني نقابة مستقلة ليها كل مميزات النقابات، زي نقابة المهندسين ونقابة الأطباء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. تمام. هل في أي معوقات؟ في بعض الطيور إحنا ما معناش ورق بيها. تمام. يعني ما معناش ورق بيها؟ يعني مش مصرحين لينا بيها خالص. المفروض تبقى فيه كوتا. يعني مثلاً انت عندك الطيور بأكملها، عندك الصقور بأكملها. الصقور ديك أنواع كتير، الصقور الجرحة دي انواع بقى، تقولي صقر حر وشاهين وحوام وعقابه. حلو. انواع كتير. ليه ما يديناش من كل نوع من دول خمس حتت بس؟ هو حلو. الدكتور اساسا عاوز الحاجات دي عشان يشتغل بقى بحث علمي. تمام. تمام. انا دلوقتي ما معيش ورق بيها ان انا اشتغل بيها، لو اتمسكت بيها في الطريق وانا جاي. حلو. كده ما فيش حاجه حمياني غير امر التوريد. طيب حضرتك حاولت اكيد المشكله دي بتصادفك اكتر مره. انا مقدم ورق للبيئه. طيب الرد بقى بيبقى ايه؟ ان شاء الله هتبقى في موافقه. زوجة حضرتك قدرت تقنعها ازاي يا جبار انها تعيش وسط الفيران؟ تمام. بس لا. ده انت جبار. ده انت دلوقتي لو قعدت شويه كنت هتشوفوا هم بذات نفسهم بيخشوا، هم اللي بيقتلوا المزرعه. ما انا عشان شفت البنات والهنم. يعني اما ازاي هم بقى شغلتهم الاساسيه دي بتاعتهم، ما تقدريش انت تخش بتاعتهم. وبعد كده اللي انت مش عاوز اقوله لك ان هم دلوقتي دي بقت ملكيتهم الخاصه، وتشتري انت منهم كمان. يعني بيشاركوك من 50-50، النص بالنص.
انت دلوقتي عليك المجهود المصريه الاصيله. أيوه. ايدي بايدك ايدي بايدك. أيوه. وافق على الفروه واخد النص. والله طب ربنا يخلي لنا رئيس ومدينا بصراحه امتيازات كتير احنا ما كناش نحلم بيها. والله ما كناش نحلم بيها. هقول لحضرتك حاجه، الفرص لا تاتي الا لمن يستحق. بمعنى حضرتك النهارده لو ما كنتش فكرت اصلا في الفكره دي ما كانش الكارنيه اللي انت بتقول مستفيد منه كان وصلك. طبعا غيرك ما فكرش فيها فما خدش الامتيازات بتاعك. طبعا سيادته يشكر. وانا بشكر حضرتك ليه؟ ربنا يعزك. لان حقيقي انا بفرح لما بلاقي مواطن اعتمد على نفسه كليا ومعترف بدور الدوله. طبعا. فشكرا لحضرتك على الفكره خلي. وشكرا لحضرتك على تشجيعك الناس انها تفكر بره الصندوق، وشكرا على الجوله الممتعه في المزرعه، وان شاء الله هنجيلك تاني. انتوا شرفتونا ونورتونا والله وزدتونا شرف. ربنا يخليك. ربنا يخليكم. ربنا يبارك فيك. احنا مش عاوزين الدوله تعبت كتير معانا بما يرضي الله، يعني احنا كده تمام خالص. احنا ما كنا احنا كنا فين وبقينا فين. ربنا يا ربنا يبارك فيك ويوسع رزقك ونجيلك المره الجايه تبقى تورينا المزرعه اللي بعدها ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. شرفت بيك يا باشمهندس. شرفتونا ونورتونا. ربنا يعزك يا فندم. مهدي عبد العاطي طلبة، عميس عائلة طلبة وعميد الصيادين في مصر، وخبير في الزواحف والحيوانات والبدس والأنسكس خبير يعني. حضرتك كنت صياد الملك فاروق، ووالدك كان صياد الملك فؤاد. صح. احكي لنا الموضوع ابتدى ازاي من ايام والدك الله يرحمه. كنا احنا بنشتغل في جنينة الحيوانات. تمام. جانا جال علينا عبد الله باشا النجوم، كان الوالد بتاع الملك. عبد الله باشا النجوم كان الوالد بتاع الملك فاروق. قال الملك فاروق عايز يمسك جيابه بتعالب ويضربها بالنار. خدونا حته في مال فيوم انا كوم وشين. ده الكلام ده من زمان. رحنا معاه جاب خيم قعدنا فيها ثلاث ايام، مسكنا يجي 30 40 ثعلب واربع ديابه وجموسه وحاجات زي كده. بعد كده وجابوا لنا عايزين ذبحوهم غناها قعدنا ناكله. لما الملك جه الملك بس ليله واحده جه جنب سكته قعد بص عليهم كده بص عليهم وبص علينا قال امال مين حيرن الديابه والثعالب للملك؟ الملك نجى اثنين جده ودي انا وعمي. احنا قعدنا معاه ثلاث ايام يصطاد معانا بس ليله هو واحده. احنا قعدنا ثلاث ايام. طيب شكرنا قال احنا متشكرين لصيادين الديابه والثعالب. كويس. وما قضينا بمكافأة ساعتها مش عارف ادانا 150 جنيه زمان. يا ده كان رقم. كان 150 جنيه كتار. احنا يجي 20 نفر. كويس. وامامي واولاد امامي كله بس. انتوا كعائلة طلبة بقالكم 200 سنة في مصر. ايه اللي حصل بعد الرحلة دي؟ طبعا قعدنا نصطاد حيوانات نجيب في الحيوانات. نصطاد حيوانات نجيب في الحيوانات وندها لها. لان نجيب في الحيوانات ما كانش فيها حاجة. ده كان زمان. تمام. مسكها طبعا الحيوانات وجينا بيتنا قعدنا ثواني يعني كنتوا بتنزلوا الصحراء تصطادوا حيوانات تبيعوها للجنينه؟ كانت تبع وزاره ايه بقى ساعتها يعني ولا كانت تبع مثلا إيه؟ عايزين ديابه نجيب لهم ديابه. حلو. ما كانش في كليات جوه الجامعات. الجامعات كانت جامع ابراهيم باشا الكبير وجامع مصر بس كنا بننزلها حاجات بسيطه الاول. كويس. ما كانش كبرت كده. كانت في الناس شويه. بلدنا دي كلها كانت تطلع عادي. طبعا كنا بنصطاد ونجيب الحيوانات نودي نجيب الحيوانات ونودي كليات العلوم والطب. تمام. ضفادع وحيوانات وزواحف. كويس. اللي نطلب حاجه نجيبوها له. حكايتك مع الثعالب ابتدت ازاي؟ مع الثعالب؟ الثعالب والديابه بقى. ايوه. جت تيجي عندنا موت نفرين. موت نفرين. مطاريد الجبل.
بلد اسمها شان شلمون مركز بنيا الجمع. طبعا خدنا ثلاث طنفار اربعه، رحنا اربعه معاهم انا. لقينا جاب العمده والشيخ الغفر جاب جيب موت نفرين ونقول ربنا تاني نمسكوه. خدنا فخ معانا حبيب كده. عملنا فرقتين، فرقه جبل البلد وفرقه بحر البلد. انا جبل البلد ومعايا نفر. واحد بحر البلد اللي عامل معاه واحد ثاني. تمام. ونصبنا الفخ بالليل في الشتاء شجعه ثلج. طبعا كنا لسه صغيرين. اما رحت بالليل بقى شجع على الفخ بتاعي صراحه لقيت ديب واجع عينه كده زعج. ايوه. لقيت حواليا 30 ديب. انت اصطدت ساعتها اكبر ديب في مصر. بالظبط. موت نفرين وعينه كده. ولاده حواليه طبعا. اللي معايا جيري. قال قلت له تعال خد، قال يابا جاي. سابني ومشي بالليل انا لوحدي. تمام. وسط الديابه فجر الجميل كل ما الديابه تدوس فيها والله بتقول تخبط كلها ناشفه في الشتاء. طبعا لقيت الديب جامد وحواليه 10 اضرب العصايه وراكنه. ورحت جالي الديب ضرب واحده انا. ورحت متك عليه بالعصايه. مات. ومكتف مكتفهم. مكتف حنكه. رابط حنكه ورابط فتله وراها هنا عشان ما يتفكش ومسكت الديابه ربطتها. كنتوا بتمسكوا الثعالب والديابه دي بقى تعملوا بيها ايه؟ بنوزعها جنس الحيوانات. تبيعوها؟ كويس. جنس الحيوانات بتاخدها يعني ثمن مش كويس يعني اللي هو في زمان. كانت يعني بتاخدها منها تدينا تكتب فاتوره وتدينا ثمنها. قول لي بقى جات لك ازاي فكره انك تطلع سم الثعابين والعقارب؟ كنا بنعمل احنا سم الثعابين دي ابويا وعمامي واحنا طلعنا سم الثعابين، اما العقارب دي ايام السادات. سادات. ايام السادات. طلعت قعدنا 30 سنه ما طلعناش سم العقرب ده. كويس. لا خلينا في التعبان الاول. التعبان. انت ابتديت في التعبان الاول. التعبان طبعا قعدنا ابويا طلع التعبان كده احطه بيكه القزاز يروح التعبان عاضد. عاضد يدل سم هنا. كويس. الحقيقه والتعبان بنحط بنحط هنا جلده. جلده بلاستيك. جوينت ونربطه ربطه حلوه ونمسكه التعبان كده عاضد التعبان يروح بنزل ثلاث اربع نقط سم. كويس. والحقيقه كمان الطريشه. حلو. كل اصناف التعبين بالطريقه دي. دي عملناها الاول. حلو. قعدنا يجي 10 سنين عملناها. عملناها تعملوا بيه ايه بقى؟ التعابين عملناها مشي بقى على طول. حلو. العقارب بقى بقيت ياخد الزبانات بتاع العقرب. قعد ياخدوا 10 سنين يعملوا زبان العقرب ما عرفوش. قوم انا قاعد في البيت جاتني بنت فرنسويه دكتوره اسمها اني ماري ودكتوره اسمها فرنسواي. قلت لها امال بتاخد عقارب؟ قلت لها بتحلب العقارب؟ قلت لها ازاي؟ قالت بتجيب جهاز كهرباء. قلت لها وجهزت عليه وانا جهاز ده بسيط موجود وتجيب علبه كبير تحط بها العقربه. حلو. تبين زمانها. وتحط الجهاز ده في الكهرباء وتسال العقربه كده تدل نقطتين سم. انا عرفت منها. رحت الدكتور اكمل بالفعلي اللي هو رئيس المصريين. بياخد منها العقارب والثعابين. كان بياخدهم منك. اللي هو البساد البساد في مصر واللقاح. جبت له بوتين تاني يوم حلبتهم له. ورسلت له حد بيحلب ازاي ووريته لحد زمان ومشيت. المصل واللقاح. المصل واللقاح. يعني انت اللي علمت هيئه المصل واللقاح. المصل واللقاح كله. تستخرج سم عقارب ازاي؟ انا اللي علمته المصل بحال الوقت. ممتاز. علمته الحته دي. تمام. طبعا وجيت سنه بعد 10 ثلاث ايام اربعه. طلبني بالتليفون يا نادي تعالى عايزك. قلت له ايه؟ قال عايزك بس تروح فين؟ قال سم العقرب اللي جبته. قلت له قال جاب 10 اضعاف القوه. الله. 10 اضعاف. انا عايزك تجيب لي ايه؟ جبت له وعملنا سم وبتاع ومشي في العالم. تطلع سم التعبان. بطلع التعبان. كنت بتديه للمصل واللقاح برضو؟ للمصل واللقاح. تمام. سم العقارب للمصل واللقاح. للمصل واللقاح برضو. ما فكرتش بقى انت تبيعه او
تعمل مدرسه تعلم الناس. ما فكرتش بقى اللي بقى يجي سنتين ثلاثه ولادك بقى اللي طوروا. طوروا شويه اولادي. تمام. طوروا المعمليه شويه. حلو. لكن احنا كنا ماشيين على قدنا كبار. بس انا صاحب الفكره. طبعا. سم العقارب اسمه الذهب السايل. بالظبط. الجرام بيوصل ل 30,000 دولار. ده بره مش هنا. ما هو من ما هو بيتصدر بكده. في 30,000 دولار وفي 40. حلو. انت بقى ما بتصدروش ليه طالما بتحلبوا؟ انا ما يعني ما تقول زي ما تقول منعين تصدير السم. مين اللي مانع؟ شركه اسمها كوست في امريكا. ده بره يعني محتكره؟ منعين السم بيطلع من هنا جاد. مين اللي قال لك الكلام ده؟ السم منعينه يطلع، هنعمله بنزل مصر لقاح لما تطلب منه. ما تطلبش حد يجي خد جرام اتنين يعمل ابحاث سنة عليه، لان الدكاتره بتعمل ابحاث عليه. السم العقارب دي 12 نوع مش نوع واحد. عارفينهم احنا عرب ولاتيني كلهم. بمناسبه اللاتيني. انا بقى عرفت ان انت بتتكلم لغات. بتتكلم كام لغه؟ انا طبعا بتكلم انجليزي ولاتيني كمان. ده انا اعرف اسماء التعابين باللاتيني. زي ايه؟ والعقارب برضه بعض منها، يعني في عقربه اسمها اليونس. 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 وفي البوسس. دول اساميهم ايه بالمصري؟ ده باللاتيني. ايوه. النوع ده اسمه ايه بقى بالمصري؟ في اليونس. وفي البوسس. وفي الاكانتالوريس بوليكسي. وفي الاكانتالوريس اوسولاتس. تمام. وفي الباد كالر. كل دي كلها لاتيني. باد كالر دي انجليزي. باد كالر. حبينا كلها لاتيني احنا. حلو. اطباق. النهارده وانت بتصطاد العقارب بتعمل بيها ايه؟ طبعا بجيب العقارب نحطها في حاجه كده. زي ما تقولي بلاستيك نحطه شويه فيها 20 30 ونحطهم اكل ياكلوا. تأكلهم ايه؟ ياكل جمبري. العقرب بياكل جمبري؟ ياكل جمبري يا صراصير. يعني انت تاكل التعبان والثعلب والعقرب ياكل هو جمبري؟ أكل. هو بياكل يجيب له صراصير. يا جمبري. لما بياكل جمبري بيملى سم تاني نحلبه له اثنين ثلاثه. مش كتير كمان. انت عندك كم عقرب دلوقتي؟ ما انا ماشي. ما احنا لسه رايحين نشوف. بس ازاي؟ ما تخليش عندي كتير انا بطلب. ليه؟ ما يموت مني. دلوقتي بقى واحنا في 2022 بتصطادوا العقارب منين؟ شجوا روحوا اسوان واصطادوا. اسوان؟ اسوان. روحوا اسوان واصطادوا منها كتير. هنا بسيط، يعني هنا لما امسك المهر كله اجيب لي 10 15، في اسوان ممكن اجيب 50 100 في اليوم. كل مكان في نوع واحد؟ يعني اسوان فيها نوع، القاهره فيها نوع. مكان في نوع واحد. يعني ما تلاقيش مكان يعني في كذا نوع. اسوان دي فيها نوع. حلو. بطين فيها نوع. تمام. أبرواش فيها نوع. تمام. الطيوب فيه نوع. طيب أنهي أكتر نوع اللي السم بتاعه مطلوب أكتر؟ في الكوليسكو ده. ده بيجي منين؟ من أسوان ولا من بلطيم؟ الكوليسكو ده فيه من سينا. سينا. أقرب أكانتالوريس كوليسكو ده. دي السم بتاعها قوي. وفي نوع تاني كمان اليونس بتاع أسوان دي. أسوان. لو قعدت واحد بعيد عنك. أنا جرست نوبة قعدت. يا ساتر. كنت هموت. هتشر. جرست هنا شارع. أنا جرست من 10 عقارب. العقربة ما تموتش، اللي بيموت الحية أو الكبرى. تعبان الكبرى أو البخاخ أو البرجيل. أو الحية الجرعة أو دي تموت الحية. طب النهارده مع العلم والتكنولوجيا والزمن، أنت وأولادك بتحاولوا تعملوا حديقة حيوانات، بس ليه ما بتحاولوش تعملوا مصنع لاستخراج سم العقارب وتصديره؟ بما انكم العيله الوحيده المتخصصه فيها في البلد. بيتكلف كتير برضه، هنعمله ان شاء الله. احنا عندنا مصنع هنا بس بسيط. تمام. يعني بنحلل العقارب وبتاع واجهزها وبتاع. بس مش هو الكافي. بالظبط. جرام السم من التعبان ياخد منك وقت قد ايه؟ وجرام السم من العقرب بيطلع في قد ايه؟ 2000 عقربه يجيبوا جرام. 2000 عقربه؟ جرام؟ جرام مره واحده يتحلل بنوبه واحده. يجيبوا جرام. والتعابين؟ لا، التعابين فيها الكبرى دي ال 20 يذبحوا جرام. 20 كبرى. الحيه المجرانه مثلا ال 30 يذبحوا كبرى، يذبحوا جرام. طيب العقارب البسيطه. العقارب بتذبح نقطه واحده. وبعدين بتتجفف، نجففها بالجهاز وتنشف ونطلعها. حضرتك راجل عشت اكتر من تلتين عمرك بتخدم العلم. يمكن محدش وصل رسالتك للدولة.
فانا بقول لك اهو جدد رسالتك للدوله ان انت واولادك بخبرتكم تحت امر البلد والعلم والوطن. بكبر المزارع وديت الحيوانات بتاعتنا ونعمل جميع حمايه جديده ومزارع جديده دي بتنتج. حلو. الانتاج بتاعها بيجيب عمله صعبه بيجيبها بره. يعني انت عايز ترخص وتكبر وهتدي يعني جزء من انتاجك للدوله. ده خلاص فضلنا بره الحيوانات اللي عايزينها نجيبه مليار في السنه. مليون دولار. مليار دولار. مليار دولار؟ مليار بيجيب عمله صعبه البلد. اكيد. ما انا بقول لك واحنا بناكل كلنا الجرام غالي. مش احنا بس يعني 5000 ورد 30 ما شاء الله بياكلوا. ما شاء الله. عيش. ما تشوف واسمع أهلينا.